الموضوع باختصار ان كريس روك امبارح في الاوسكار كان بيقدم جايزه من الجوائز، وبما انه كوميديان المفروض يعني فقال كذا افيه ورا بعض، والمفروض ان هم بيضحكوا. افيه من ضمن الافيهات انه علق على مرات ويل سميث، بالتحديد شعرها اللي هي حلقه زيرو، والافيه اللي هو قاله انه مستنيها يشوفها من الجزء الثاني من فيلم جي اي جين. جي اي جين كان فيلم من انتاج اخر التسعينات، بطلته كانت حلقه زيرو برضه، بس هو ده الافيه والمفروض ان احنا نضحك. بس بشكل ما ويل سميث عجبه الافيه ده وقرر ان هو يضحك، بس مراته جيدا سميث جوزها اتقلب. بالمناسبه السبب اللي بتحلق علشان شعرها هو ان هو عندها مرض اسمه البيشا بيتسبب ان شعرها يقع في اجزاء معينه من فروه راسها، وده بيحصل لما الجهاز المناعي بيهاجم نفس البصيلات بتاعه الشعر. كريس روك بالمناسبه برضه كان هزر على مرات ويل سميث من كام سنه، والافيه كان بمعنى انها ملهاش علاقه بالاوسكار او ملهاش لازمه انها تيجي يعني، فزي ما تقول انه كان في ما بينهم هيستري. نرجع تاني لويل سميث وهو بيضحك. بعد كده الكاميرا بترجع لكريس روك، وفي الاغلب في اللحظه دي والكاميرا مش عليهم، مراته بتبص له وبتوضح له انها متضايقه، او هو بياخد باله انها اتضايقت متاخر او ايا كان. المهم فبنلاقي ان هو ماشي ورايح الاستيج، وكريس روك لحد دلوقتي مغطي بجسمه زي ما هو، وفجاه بنلاقي ان ويل سميث بينزل بقفا مخبرين على وش كريس روك. كريس روك بيميل بسبب الضربه. بعد كده ويل سميث بيرجع الكرسي بتاعه، وبنلاقي ان هو بيقول له ما تجيبش سيره مراتي على لسانك، بس طبعا قالها بشتايم، فعشان في ديلي في البث قدروا ان هم يقطعوا الصوت قبل ما يشتم. بس مش حاجه غريبه شويه ان هم يهتموا يقطعوا الشتايم وما يقطعوش العنف. تاني حاجه، كل الكلام اللي بيقوله مقدمين الحفله من ضمنها الافيهات بتبقى اصلا سكريبت ومتفق عليه من قبلها بيوم، والطرف التاني من الافيه بيبقى في الاغلب عارفين كل حاجه. تالت نقطه، الاوسكار زي ما انتم عارفين بقاله كام سنه في عافيه شويه، وسنه عن التانيه كل الناس زهقت منه وما بقاش في حد يتفرج عليه من اصله. نكت بايخه على اشكال مستفزه على افلام ملهاش اي لازمه وبتاخد جوائز وكل اللي انتم عارفينه. فليه ستانت صغيره ما تتعملش علشان الناس تفتكر ان كان في اوسكار اصلا؟ وده اللي حصل بعد حادثه الضرب، كل الناس بتتكلم عنه حرفيا، ده غير الاف الميمز اللي اتعملت في ساعات معدوده. رابع نقطه، اشمعنى الكاميرا الوحيده اللي غطت اللقطه بتاعت الضرب هي الكاميرا اللي من ورا ويل سميث؟ زي الافلام كده لما حد بيجي يضرب التاني الكاميرا بتبان ورا عشان ما يبانش ان ايده ما لمستش اللي قدامه او ان الضربه كانت ضعيفه. خامس نقطه، ليه كريس روك كان مدلل نفسه بالشكل ده زي ما يكون كان مصدر له وشه؟ وليه ما اداش اي رد فعل طبيعي لما قال ان هو راح له على الستيج وكانه كان مستنيه يضربه؟ سادس نقطه، طريقته هو بيلف وهو بيضربه وبالغ فيها وهو بيلف جسمه كله عشان يضربه لقفه، وكان الحركه دي اتعلمها من الافلام اللي كان بيمثلها وفيها ضرب، لفه مبالغ فيها علشان تدي ايحاء ان القفه كان شديد. سابع حاجه، لو ويل سميث فعلا عايز يظهر بمظهر الصعيدي الحمش المحافظ اللي هو ما عندوش مانع يضرب اللي قدامه، وكان عنده استعداد يخرج عن البرستيج الاليت والراجل المتحضر، مش كان اولى ان هو ما يرضاش بالعلاقه المفتوحه؟ هي طبعا حاجه ما تخصش حد غيرهم، بس بما انه دخل في الحمشنه ما دي من ضمن الباكج برضه. دي كانت النقط اللي بتقول انه كان تمثيل، بس في نقط برضه بتقول انه ممكن يكون حقيقي. اول حاجه، لو كل ده كان فيلم معمول عشان يبقى دعايه للاوسكار هيفيد عرض الاوسكار بايه وهو كان اتعمل خلاص؟ الكلام ده لو الاوسكار كان معمول على كذا يوم والعركه دي حصلت في اول يوم من الفعاليات. تاني حاجه، الموقف اللي حصل ده مش حلو في حق ويل سميث. كريس روك مش ممثل جامد عشان يعرف يعمل الوش ده بعد ما اتضرب، الوش ده حقيقي فعلا. الجدير بالذكر ان فيلم جانجو انشيند كان معروض الاول على ويل سميث، بس هو رفضه علشان ما بيؤمنش بالعنف. I don't believe in violence as the reaction to violence. Violence begets violence. الجدير بالذكر برضه ان ويل سميث من 10 سنين تقريبا ضرب مراسل اوكراني كان بيحاول يبوسه. زي ما انتم شايفين كل جانب مقنع زي التاني. انا شخصيا ما اعرفش اذا كان حقيقي ولا لا. جايز يكون كان تمثيل بس معمول باتقان، وجايز برضه ان الموضوع كله ما يبقاش اكتر من هبل في الجبل، بس انتوا لو عايزين رايي، اللي حصل امبارح كانت الحاجه الوحيده الشيقه اللي حصلت في اخر 10 سنين من الاوسكار، او بمعنى اصح الحاجه اللي تستاهل المشاهده بدل الهجس اللي بيعملوه كل سنه. ويا سلام لو بعد كده قلبوا الاوسكار ان كل واحد بيتعارك على الجايزه ويضربوا بعض عشان ياخدوها واللي يوصل لها هو اللي يفوز. ساعتها الاوسكار الواحد ممكن يتفرج عليه تاني. اوكي.